اليوم المملكة تحتفل بيوم العلم السعودي، وكلنا نحتفل معها اليوم بمناسبة يوم العلم السعودي. منذ 3 قرون والعلم شاهد على حملات توحيد الدولة السعودية. خلال فترة مر العلم السعودي بأربع مراحل تطور: المرحلة الأولى والمرحلة الثانية والمرحلة الثالثة والمرحلة الرابعة. أما أسماء علمنا فهي البيرق واللواء والراية، كل الأسماء ذي تليق بعلمنا وعلمنا يليق به. دلالات العلم: توحيد والرخاء والنماء والعدل والقوة، كل هالدلالات في علم دولتنا، الله يعزها ولا يعز عليها. رموز العلم السعودي شهادة التوحيد والسيف. شهادة التوحيد تعني رسالة السلام والإسلام، والسيف يعني القوة والأنفة والمكانة والحكمة. وبهالمناسبة اليوم بطلع وعلق بيرقنا على قمة بيتنا، وكل بيت سعودي يرفع راية بلدنا، الله يعزه ولا يعز عليه. وبسم الله. بارعي للمجد والعليا.